مشاهدينا الاعزاء، لا زال للحديث بقيه ولا زال للحكايه استمرار، وهذه هي الانطلاقات كما تشاهدونها عبر شاشات وعبر القنوات الناقله لهذه الاحداث الحيه والمباشره. نسير بحضراتكم بهذا المسار وبهذه المسيره وبهذه الانطلاقه نحو الاتجاهات الصحيحة ونحو البدايات والحكايات والروايات والقصص التي سوف تحدث مع مسافة 5 كيلومترات، من بداية الكيلو الأول حتى الكيلو المتر الأخير. نسير بحضراتكم مع انطلاقة الشوط 17 والذي يختص بفئة الإبكار سن اللقاية، المسافة مثل ما ذكرناها. نسير بحضراتكم نحو البداية وإلى الصدارة الأولى. هيا على البداية، سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من يستفتح لنا النداء الأول ويقدم لنا هيا بالبداية الأولى. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، من غيرت الشرطة بشعار مسلم بن سعيد بن محسن المنهالي، غير إلى البداية وانطلق إلى المركز الأول. نتابع وإياكم، نتابع يا أبو حمد، ونتابع معا مع هذه الانطلاقات الرائعة. المركز الثالث، التواجد من قبل ثيرة هي القادمة والحاضرة، مبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، شوامة علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي يتواجد مع انطلاقة شوامة على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، دمعة الحاضرة والمتواجدة محمد بن أحمد بن صالح بن سعيد العامري على المركز الخامس. هكذا هو النداء الأول الذي أتممناه على مسامعكم. فئة الإبكار المنافسة القوية، المنافسة المشرفة في هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. ميدان التحدي بهذا الاتحاد وهذه القوة وهذه المعارك يتجدد هذا اللقاء. تبدأ القصص، المنافسات، الحكايات والروايات، وانطلاقة المركز الأول مع حضور الشرطة يا راعي الشرطة على البداية وعلى الصدارة. مسلم بن سعيد بن محسن المنهالي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مرحبا بالجميع، مرحبا بأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المعركة وفي هذه المنافسة وفي هذا المهرجان وفي هذا الحضور الرائع. إذن مثل ما ذكرنا وهي الشرطة المركز الثاني، نتابع وإياكم الحضور من قبل مثيرة بشعر مبارك بن عامر بن حمد بن عفصان يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث، الحضور من الشامخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، نتابع وإياكم الحضور والانطلاقة من شعار العيدة الذي يتواجد من خلال تقديم دمعة محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، الطيارة وسعيد بن عبيد بن خليفة بن راشد الحميري مع المركز الخامس. هكذا تابعنا وشاهدنا ولكن ما خلف الخمس. ياهي من شعارات، ياهي من أسماء قوية تحضر في هذه المنافسة، تأتي مع هذه الانطلاقة. وتابعوا هذه البطلة التي تسللت من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى المركز الأول. يا ما شاء الله وتبارك الله، وصال علي بن محمد بن سعيد النابت من غير
يرى راعي وصال من انطلق على المركز الأول. الشعارات يا راعي وصال لا تامن الغارة، لا تامن الغارة أبدا. الذي ينطلق مع البداية هو راعي وصال بن عفصان ثانيا وثالث الأسماء بن ذروة. بن رشيد هو القادم وأيضا شعار بن رشيد والأسماء، الأسماء التي وصلت الآن، وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، والكيلومتر الأخير. الكيلو الجميل يا راعي وصال تنطلق على البداية وعلى الصدارة الأولى. علي بن محمد بن سعيد النابت وصلت الآن السايحة. راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتب يا الله يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة. وصال والسايحة، السايحة ووصال بالرشيد وشعار النابتي، ولكن انهى الامور بالرشيد. انطلق على البداية الاولى، انطلق مع السايحة. روح روح ولله درك روح. مع هذه الانطلاقات، مع هذا الحضور المميز، والسلام يتجه إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة محملا على ظهر السايحة. وراشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي الذي يتواجد يقدم يحضر بهذا المستوى الرائع والجميل. تهانينا تهانينا والف مبروك يا راعي السايحة الذي تواجد بالمركز الأول وحضر بهذا الإبداع المميز والجميل. المركز الثاني وصال، عدت هذا يشكر عليه، حضرت بمستوى رائع، نعم، بشعار وانطلاقة علي بن محمد بن سعيد النابت المري، بينما تواجد المركز الثالث. المركز الثالث كان التواجد من الشاهينية عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي الحميري، بينما رابع المراكز كان الحضور من قبل رابع المراكز دوح محمد بن بخيت بن برقان. مع المركز الرابع، المركز الخامس كانت الانطلاقة من قبل تكريم راشد بن صالح بن علي آل بريس المري. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول السايحة. راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي 7:34:22 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الأول، صاحبة المركز الثاني فهي وصال علي بن محمد بن سعيد النابت 7:35:36 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الثالث، تتابعون انطلاقة وحضور من قبل الشاهينية عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي الحميدي 7:38:36 جزء من الثانية.